يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله نتكلم النهاردة عن المحاضرة الثالثة والرابعة شرعي وما ادراكم الشرعي. المحاضرة بتاعتنا فيها سسبنس واكشن وحاجات ان شاء الله يعني فيها حاجات مشوقة كده. نتكلم ان شاء الله عن المحاضرة بتاعتنا بعنوان تايم اوف ديث والبوست مورتم تشينجز. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه عايزين نعرف تايم اوف ديث؟ ليه عايز اعرف مثلا الوقت اللي حصل فيه الديث بالظبط؟ طب هعرفه ازاي؟ طب ده هيفيدني طيب بالنسبة للجرائم؟ طيب هيفيدني الناس عادية؟ طب الحاجات دي ايه اللي هعرفها بالظبط؟ هنتكلم عن كل ده باذن الله في المحاضره اللطيفه بتاعتنا التايم اوف ديث البوست مورتم تشينجز. الموضوع ده بيقول ان هو مفيد على الميديكال ليجال امبورتنت ديث، مفيد على يعني في الجنائيات والحاجات دي. طب ازاي؟ قال ديترمينيشن اوف تايم اوف ديث اللي هو البوست مورتم انترفال. يعني ايه بوست مورتم انترفال؟ كلمه مورتم ديت يعني معناها ديث، وكلمه بوست يعني بعد، يعني الفتره اللي بعد الوفاه او الفتره اللي حصلت فيها الديث نفسها. دي تحدد لي ايه بقى؟ عن هتفيدني في ايه؟ عن طريق هتفيدني في حاجه، يا اما سيفيل يا اما ايه كريمنال. سيفيل ازاي؟ هل مثلا واحد عادي من غير مفيش قتل ولا حاجه هتفيدني؟ هتفيدني في حاله الانهير اللي هو الورث وكده. يعني مثلا تخيل ان في واحد ومراته والاثنين لا قدر الله راكبين عربيتهم والاثنين العربيه اتقلبت بيهم عملوا حادثه، مين هيورث الثاني؟ اهلي مين هيورث الثاني؟ قال مثلا الطب الشرعي هيقول ان الست ماتت بعد الراجل بنص ساعه، فساعتها مين اللي يورث؟ هي اللي هتورثه. قالوا لا ده الراجل اللي مات الاول، هي اللي ماتت الاول، لا هو اللي هيورثها. فده بيفيد يعني هو سيفيل كيزس، هو بيديترماين تايم اوف ديث، ساعتها بقى يحدد مين اللي انهرت التاني، مين هيورث التاني. طيب بالنسبه للكريمنال كيس، ده في منطقه في جريمه قتل حصلت في المنطقه الفلانيه، احنا عايزين نعرف الوقت القتل ده بالظبط، امتى حصل ده؟ طب مين السسبكتد؟ هشك في مين؟ هستبعد مين؟ طب انت كنت فين وقت حدوث الجريمه؟ طب تقدر تنفي عدم وجودك في مسرح الجريمه في الوقت ده وهكذا، بالتالي اقدر اشوف مين القاتل. يبقى كده استفدت منها عن يعني في اتجاهين، سيفيل كيسز وكمان الكريمنال كيس. طب ايه الحاجات اللي انا بستخدمها علشان احدد التايم اوف ديث؟ هل التايم اوف ديث ده مثلا معايا اقدر بيبقى في وقت معايا اقدر اقول ده الراجل ده مات الساعه 12 ونص بالظبط؟ هل اقدر احدد كده ولا انا بحدد مثلا رينج معين؟ هنتكلم عن ده. هو قال ايه يعني؟ سوري، ان هو بيبقى رينج معين. يبقى اول ميسوز ناو بتستخدمهم دلوقتي علشان احدد البوست مورتم انترفال. بوست مورتم انترفال دي بتديني رينج اوف تايم، رينج اوف تايم اللي انا بقدر اوصل له من الحاجات اللي انا بشوفها. طب ايه الحاجات اللي انا بشوفها دي؟ هل قال استنى الحاجات اللي انا بشوفها حاجات نون ساينتفك وحاجات ساينتفك. نون ساينتفك ازاي؟ ان انا رحت مثلا السين بتاع الجريمه ده اللي هو مسرح الجريمه ده، لقيت الراجل اللي ميت كاتب مثلا ان هو هينتحر، مذكرات بتاعته، نوتس، نيوز بيبرز، ليترز والحاجات دي. طيب حاجات تانية ساينتفك، حاجات احنا بندرسها واللي هنقدر بقى نتعرف عليها باذن الله ونتكلم عنها دلوقتي واحده واحده. اول حاجه البوست مورتم تشينجز. بوست مورتم تشينجز، بعد كده عندنا كيميكال تشينجز، بعد كده انسكت اكتيفيتي، بعد كده ستومك كونتنت، بعد كده الفلو سايتومتري وهنتكلم عنهم بالتفصيل. البوست مورتم تشينجز يعني ايه بوست مورتم تشينجز؟ حاجات بتحصل بعد الوفاه. الحاجات دي هل هي بتحصل ايرلي ولا ليت؟ قالوا ان في حاجات بتحصل ايرلي وفي حاجات بتحصل ليت. ايه الحاجات اللي بتحصل ايرلي؟ الحاجات اللي بتحصل ايرلي ديت بتحصل خلال من 12 ل 24 ساعه من الوفاه. هل الحاجات دي بقى؟ قال حاجات ليها سكان تشينجز، تغيرات بتحصل في السكان وهنتكلم عنهم برضو، والاي تشينج، تغيرات بتحصل في الاي، وكمان برايمري مثل فلاسيديتي، بعد كده كونتاكت فلاتنينج، الجور مورتيز، ليفر مورتيز، ريجور مورتيز. ما تخضوش باذن الله هنتكلم عنهم بالتفصيل. الليت تشينجز بقى الحاجات اللي بتحصل بعد كده اللي هي ليه بوست مورتم ديكومبوزيشن، حاجات بقى البيوتريفاكشن، تحلل بقى، اديبوزير والموميفيكيشن والماسيريشن، دي كلها حاجات ليت تشينجز. بعد كده يبقى دي حاجات اول حاجه قلناها البوست مورتم تشينج. بعد كده نقول ايه الكيميكال تشينجز. انا لما اجي اخد عينه، اخد عينه من مين؟ من البلاد. هلاقي ان البلاد بتاعه الهارت بطل يضخ دم، فساعتها الدم قل في القل، وكمان الالكترولايتس قلت، فهلاقي ان ده كله قل، وكمان الانزيمز اللي موجوده في الدم. يبقى البلاد اما اشوف البلاد اكيد مش هيكون البلاد بتاع الديد بيشنت اللي حد مات يعني زي حد عادي، يبقى تشينج في البلازما الكترولايتس والسيرف وايه وكمان السيرتن انزيمز. هاخد عينه من السي اس اف، اخد عينه من السي اس اف، هلاقي ساعتها ان السي اس اف الفوليوم بتاعه حصل فيه تغير، ان هو بيبقى اقل، وكمان البوتاسيوم ليفل بتاعه قل وهكذا. طب الفيتروس بوتاسيوم ليفل دي مهمه قوي، مهم قوي، انا خبيتها اصلا. الفيتروس بوتاسيوم ليفل بنلاقي ان هو زاد جدا، مش جدا يعني، بنلاقي ان هو زاد. الفيتروس بوتاسيوم ليفل ده بنلاقي ان هو زاد، والدكتور يعني قال ان دي مهمه قوي، ما هو ما قالش انها مهمه قوي صراحه، انا بجود لا، بس هو جابها ام سي كيو يعني في المحاضره وهو بيناقشها معانا. بعد كده الانسكت اكتيفيتي اللي هي الانتومولوجي، بيقول يعني ان ديت ان هو بقى بيبدا الديدان اللي بتبدا تاكل
تاكل يعني البيشنت بعد ما يموتوا كده، بيقول يعني ان هو بيبقى لونها ازرق. انا مش فاكره الكلمه اللي هو قالها بالظبط، بس هو بيقول يعني ان هو كان في مثل بيقول انا هخلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جره، اللي هو ازاي الدبان الازرق ده، هي غالبا بيبقى هي بيبقى لونها ازرق، انها بتقدر توصل للجثه ديت على بعد 5 كيلو، 5 كيلو افق كده، وراسي 2 كيلو، تقدر توصل للشخص اللي مات ده، تبدا بقى تلاقي الاج عليه، وتبدا بقى تتغذى عليه لحد ما تحلله تمام. بعد كده بنقول ايه الاستومك كونتنت. انا هستفيد من ايه من الاستومك كونتنت ده؟ هستفيد ان انا هقدر احدد، هسال الريليتيفز مثلا ايه اخر وجبه كلها، لاست ميل كلها، وابدا انا عارف الوجبه ديت مثلا بتاخد عشان تتهضم 3 ساعات، تاخد ساعتين، وهكذا، وابدا اشوفها الجسترك امتنج، هبدا اشوف اللي حصل فيها ايه، الاستومك التطورات بتاعتها في الاستومك ايه، فبالتالي اقدر احدد امتى الاستومك بطلت، فاقدر ساعتها احدد الايه التايم اوف ديث. يبقى التايم اوف ديث من الاستومك كونتنت ده اقدر احدده ازاي؟ باي نوينج ذا تايم اوف ذا لاست ميل اند ذا ريت اوف جسترك امتنج. بعد كده الفلوسايتومتري، ايه الفلوسايتومتري ده؟ قال ان هو باخد عينه من الاسبلين، هو اناليسيس للاسبلينك تيشو، باخد الاسبلينك تيشو واعمل له اناليسيس. يعني بص انا عندي واحد اهو عايز اعرف هو مات الساعه كام بالظبط، هاخد منه عينه من الاسبلين وابدا اعمل لها دي ان ايه ديجريجيشن، في نفس الوقت باخد نفس الاسبلينك تيشو ده من شخص تاني انا عارف ميعاد الديث بتاعه بالظبط، وابدا اقارن في الدي ان ايه ديجريجيشن بالاثنين، وبالتالي الشخص المعلوم يدلني على المجهول، الوقت بتاع التايم اوف ديث بتاع المعلوم يدلني على المجهول. يبقى انا كده قلت ازاي البوست مورتم، قلت الحاجات اللي بتساعدني ترماين ذا تايم اوف ديث، قلنا حاجات نون ساينتفك اللي هي قلنا عليها نيوز بيبر والليتر والكالندر وهكذا، والحاجات الساينتفك قسمناها لخمس حاجات. البوست مورتم تشينجز قلنا التغيرات يا اما ايرلي يا اما ليت، الايرلي بتظهر على السكن وعلى الاي وعلى المسلز والكونتاكت فلاتنج، وقلنا تلات حاجات مورتز، الجول مورتز وليفر مورتز وريجول مورتز. بعد كده ليت تشينجز بقى اللي هي البيوتريفاكشن والماسريشن والمومفيكيشن وهكذا. الكيميكال تشينجز قلنا بنشوفها بثلاث حاجات، ثلاث حاجات. البلاد بنلاقي ان هو تشينج في البلازما الكترولايز وسيرتن انزيمز، والسي اس اف بنلاقي الفوليوم بتاعه حصل فيه قل وكده، والبوتاسيوم وبنلاقي ان البوتاسيوم فيتروس بوتاسيوم ليفل بنلاقي ان هو زاد في البوست مورتم انترفال ديت، بنلاقي ان هو زاد يعني، ودي مهمه. بعد كده الانسكت اكتيفيتي قلنا اللي هو الدكتور قال بس يعني هو مش كاتبها عشان تسهيلا علينا، فهي مش معانا يعني. بعد كده الاستومك كونتنت اهم حاجه اعرف اللاست ميل اخر وجبه اكلها امتى، وكمان اقدر اعرف الجستريك امتنج وبالتالي احدد تايم اوف ديث. الفلوسايتومتري ان انا باخد سبلينك تيشو وبقدر احدد دي ان اي ديجريجيشن، والدكتور جاب يعني ديت برده لنا في الام سي كيو اللي كان بيناقشها معانا في المحاضره. بعد كده الايرلي بوست مورتم تشينجز، كلمه مورتم ديت يعني ديث، بوست مورتم يعني بعد الوفاه، ايه الحاجات اللي احنا بنشوفها بعد الوفاه؟ هنقولها بنقول بقى ان احنا هنشوف حاجات في الاسكان ازاي. اول حاجه كيزيشن اوف ذا سيركيليشن، يعني ايه او سيزيشن اوف سيركيليشن؟ مش احنا عندنا الهارت بطل يضخ دم او فالدم مش هيوصل للسكن، فالسكن بتاعتنا بتبقى بنلاقي ان السكن دايما بتاعتنا بتبقى بتلمع كده او بتلاقي ان هي فلاشد كده، فبنلاقي بقى ان هي فقدت الالاستيسيتي بتاعتها، حتى لو فيها رينكلز الرينكلز دي بتختفي، وبتلاقي السكن بقت بيل بقى لونها ابيض، فبتلاقي ان الميت كده وشه بقى ابيض، فالناس يقولوا شوفوا ده حسن ختامه وبتاع، لا هو مش حسن ختام يعني، ان شاء الله حسن ختام، ان شاء الله حسن ختام كل حاجه، لكن يعني ده بيبقى نتيجه ان البلاد مش واصل له، فبيبقى في السكن بتاعتها بقت بيل. بعد كده الاي تشينج دي بقى نركز فيها جامد 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 جامد، لان فيها اربع حاجات. اول حاجه بنلاقي ان في تغيرات في الكورنيا. الكورنيا ازاي؟ فاكرين الكورنيا ريفلكس بتاع السي ان اس، ان هو كان بيجيب حته قطنه كده وبيحطها على عين البيشنت، فساعتها البيشنت اكيد هيعمل ريفلكس، لان يعني مش حدش مننا هيستحمل ان يحط قطنه عندك على الكورنيا بتاعته، فبنلاقي ان هو مش بيقدر يعمل لوس اوف كورنيا ريفلكس اصلا، مفيش مش حاسس. بعد كده كلاودنج اوف ذا كورنيا، بنلاقي ان الكورنيا ديت حصل فيها كلاودي، بقت زي عليها ايه زي عتامه كده كبير، بنلاقي ان هي ضل وبقت هيزي، وكمان بتبقى اوبيك ورينكل، وده كله هوريه لكم صور دلوقتي معايا. بعد كده ايه ده بيحصل خلال 2 اورز ايه وزن ذس، بيحصل خلال قد ايه؟ بنقول بقى ان هي بتبقى خلال ساعتين بتبقى كلاودي، بيحصل كلاودنج في الكورنيا دي. طيب وبالنسبه للبيوبل، البيوبل مش احنا عارفين ان البيوبل دي بتبقى مشدوده بالمسلز بتاعه الاي؟ طب المسلز دي شداها فمخلياها ماسكه فيها كده، بتبقى كونستريكتد يعني. طيب لو المسلز دي مش احنا عارفين لما البيشنت ده بيموت او الشخص ده بيموت بيحصل فلاسيديتي في المسلز كلها، فالمسلز دي كمان بتاعه الاي حصل فيها فلاسيديتي، بقت فلاسيد كده، فبقت فلاسيد فالبيوبل زي ما يكون وقعت كده، فالمسلز ما بقتش قادره تشدها زي الاول، فقدت الكونستريكتد
الريستريكشن بتاعها، فبقت دايليتد بيوبل. دايليتد بيوبل ايه تاني؟ لوس اوف لايت ريفلكس. ايه لوس اوف لايت ريفلكس؟ لايت ريفلكس فاكرين لما كنت بجيب تورش بشكل مش دايركت كده واجيبه على البيشنت، فساعتها ان البيشنت ده بيروح مغمض عينيه او كده، فده اللايت ريفلكس بيبدا يفقده. فبنقول يعني ان البيوبل بيحصل فيها حاجتين، دايليتد فيكسد بيوبل وكمان لوس اوف لايت ريفلكس. والدكتور كان جايب برضو في الاسئله بيناقشها معايا، دايليتد فيكسد بيوبل دي نتيجه ايه؟ ديو تو فلاسيديتي اوف برايمري مسل فلاسيديتي. يبقى دايليتد فيكسد بيوبل ديو تو برايمري مسل فلاسيديتي. طيب والريتنا؟ الريتنا بقى بنلاقي ان في ايه؟ سيجمنتيشن اوف بلاد كولم. كولم يعني احنا عارفين ان الريتنا بيبقى فيها بلاد فيزلز. من الريتنا البلاد فيزلز ديت بالدم خلاص بقاش وصل لها، فالدم ده بيبدا يتكتل كده يعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن. ده بيحصل بنشوفها ازاي؟ بنشوفها بالاوفثالموسكوب، مش بتشوف يعني بال مش بنشوفها بعينينا بالعين المجرده يعني النيكد اي. بعد كده بنشوفها بالايه؟ بالمايكرو بالاوفثالموسكوب. بعد كده بتظهر ديت خلال ربع ساعه افتر ديث. طب الانترا اوكلر تنشن اللي هو الضغط بقى بتاع العين، الانترا اوكلر تنشن اصلا احنا عارفين ان هو بيبقى كام؟ من 14 ل 25. طيب احنا بنقول خلال اللي هو خلال الديث نفسه بيبقى 12، يبدا بقى يقل شويه شويه، بعد نص ساعه تلاقيه 3، خلال ساعتين بيبقى الانترا اوكلر تنشن ده بقى نل اللي هو زيرو اصلا. يبقى خلال ساعتين انترا اوكلر تنشن ضغط العين بقى ايه؟ زيرو. لحظه واحده هوريكم الصور بس. ادي الاي باي، شايفين الكلاودي بقت كلاودي خالص اللي هي الريتنا، اللي قصدي الكورنيا بقت كلاودي خالص، وبنلاقي كمان البيوبل بقت دايليتد وسعت لان ان المسلز مش قادره تشدها. ودي كمان صوره ليها اهي. البرايمري مسل فلاسيديتي هو اللي بتاع التسجيل وقف مني، بس انا مش فاكره وقف امتى، فهنقول من اول هنا يعني. البرايمري مسل فلاسيديتي معناها ان نقول خلاص كل المسلز بتاعه البودي حصل فيها ريلاكسيشن، خلاص بقى ارتخت خالص. حتى تلاقي الافلام اللي هو ايه، يروح جاي رافع ايد الست كده، فايد الست تروح نازله يقول ايه البقاء اللي هو اصلا ما عملش حاجه. انهي مسل بقى اللي بتحصل فيها فلاسيديتي، سواء كانت فولنتري او كانت ان فولنتري. بعد كده ستارتس ايميديتلي افتر ديس ديو تو ايه؟ لوس اوف مسل تون، فقدت المسل تون، وكمان نتيجه فيلير اوف سيربرا والسيربيلا. احنا عارفين ان في عندنا مسل تون ده بيبقى متحكم البوستر بتاعتنا وان احنا نقدر نتحكم في جسمنا وكده، فخلاص هو السيريبروم والسيريبلم ده كله مات والفانكشن بتاعتهم ما خلاص بطلت، فساعتها مش فقدت المسل تون، فبالتالي المسل هتفقد الكونتراكشن اللي فيها او التون بتاعها، فبالتالي هتبقى فلاسيد. بنلاقي ان ده اللي بيحصل فين؟ في الليمبس. وبنلاقي كمان الريفلكس بتاعتها خلاص فقدتها، ونلاقي ان البيوبل بقى دايليتد، وبنلاقي ان المانديبول اللي بقى دروبنج كده، حتى احنا بيجي بيقولوا هنلتم الميت او كده، بنروحوا جايبين رابطين راسه كده باشارب ورابطين يعني دقنه من تحت كده المندبول بتاعه على راسه من فوق كده باشاره او بشال. بيبدا بقى تختفي الرينكلز، التجاعيد دي بتبدا تختفي لان التجاعيد دي اصلا اللي عاملاها المسل، فالمسل بقت فلاسيد وخلاص. بعد كده بتخليه بقى بتديله بيسيفول اكسبريشن. بعد كده المسل بقى دايره الكتريكال ستيميشن، لو عرضنا المسل ديت لتيار كهربي لدرجه حراره لتيار كهربي وكده، بنقول ان المسل دي ممكن ترجع تشتغل. ده كان في فيلم اسمه دكتور ان فرانكشتاين او حاجه شبه كده، ده كان عامله الممثل اللي كان عامل هاري بوتر، مش فاكره اسم، مش عارفه اسم الحقيقه صراحه. كان جايب كان بيتكلم عن الموضوع ده يعني، بس الموضوع ده اصلا كفر وهري وكده. بعد كده بنقول ايه؟ اتلاستس قد ايه؟ بتقعد قد ايه؟ بتقعد ساعتين افتر ديث. يبقى البرايمري مسل فلاسيتي بتقعد ساعتين بعد الايه؟ بعد الديث. طيب بعد كده كونتاكت فلاتنج، يعني ايه كونتاكت فلاتنج؟ عندنا مثلا ادي البيشنت ده مات، فاحنا يعني ده مات رحنا نايمينه على ظهره، فانهي الاجزاء اللي كانت ملامسه للسيرفيس اللي كان نايم عليه؟ الاجزاء ديت بتبدا بقى تعرضت لكمبريشن اكتر من غيرها، ونظرا لان المسل فقدت الالاستيسيتي بتاعتها او فقدت الفلاسيديتي بتاعتها، فالاجزاء ديت بتبدا بقى انها تعمل ايه؟ تبقى خلاص حصل فيها كومبريشن، يبدا لونها يتغير. يبقى البودي فلاتنت بقى خلاص فلاتن، بيبقى حصل فيه فلاتنج اسمها كونتاكت فلاتنج. يبقى الاجزاء اللي كانت فيها لها كونتاكت مع الـ مع الـ مع السيرفيس يعني اللي هو نايم عليه بقى فلاتن ده خلاص. ان كونتاكت سيرفيس ويتش از ريست ديو تو ايه بقى؟ بسبب ان المسلز بتاعتها فقدت الالاستيسيتي بتاعتها افتر ديس اند كومبريشن. اند كومبريشن. بعد كده بنقول ايه؟ اتس سايد تشينجز في الاماكن ديت بقى، حتى لو غيرنا البوزيشن بتاع البيشنت خلاص هو الاجزاء ديت بتبقى خلاص زي ما يكون جمدت كده. لحظه واحده اجيب لكم صوره ليها. ادي الكونتاكت فلاتنج اهو، هنلاحظ ان الاماكن اللي كان سوري على الصوره يعني، بس ده هو شغلنا. المهم يعني ان هو الاماكن اللي كان هو الاماكن اللي هو كان نايم عليها وعامل كومبريشن عليها او ضغط عليها فقدت خلاص، خدت اللون ده اللي هو نتيجه الكومبريشن. ليها دول الباتوكس هنا وادي الظهر يعني، فبنقول ان هم ديت نتيجه الكومبريشن، نتيجه ان المسل فقدت الفلاسيتي بتاعتها او الالاستيسيتي بتاعتها، فبالتالي بيظهر بقى الشكل ده بنسميه كونتاكت فلاتنج.
فلاتنينج نتيجة الأماكن اللي كانت ايه على السيرفس. هنا برضو اهي ادي الصورة اهي، وادي اهي، وادي هنا اهو برضو. ادي برضو نفس الصورة. طيب جميل، نكمل. بعد كده خلصنا اللي هي الكونتاكت فلاترنج. بعد كده نتكلم عن ايه، عن حاجه اسمها الجورد مورتس، اللي هي ايه. برضو الدكتور قال اكد على الكلام اللي بين الاقواس، نحفظه كويس ونعرفه كويس، علشان يعني لو جاب لنا كلمه من اقواس ممكن يعمل ديستراكشن وكده، لا احنا ان شاء الله نكون عارفينها. يبقى الالجورد مورتس ديت اللي هي البوست مورتم كولينج، اللي جسمنا بيبدا يتلج بعد الدث يعني، او تشيل اوف دث. يبقى الالجورد مورتس، الجورد مورتس بوست مورتم كولينج او تشيل اوف دث. يعني مثلا احنا درجه حراره الجسم بتاعتنا بتبدا بقى تتاثر بدرجه الحراره اللي بره، تبدا بقى تتاثر معاها عشان الاثنين يبقوا بسوا بعض. ازاي؟ بيقول الديفينيشن بتاعها اللي هو ايه، كولينج اوف ذا ديس، كولينج اوف ذا بودي افتر ديس. يبدا الجسم يتلج بعد الوفاه. ليه بقى؟ ديو تو لوس اوف بادي تمبرتشر، يبدا الجسم يفقد من حرارته. باي كوندكشن راديشن، احنا كنا واخدين في الكوميونتي يعني الله لا يعيد ايامه، بنقول نتيجه الكوندكشن والايه والراديشن والايه والكونفكشن. احنا عندنا الكوندكشن اللي هو التوصيل، انا مثلا ماسك كوبايه شاي فدرجه حراره تنقل من كوبايه الشاي ليا وهكذا، ماسك كوبايه ثلج والعكس برضو. يبقى الكوندكشن ده اللي هو التوصيل. تاني حاجه الراديشن اللي هو الاشعه بقى، الكونفكشن اللي هي التيارات الهواء او كده، الكونفكشن اللي هو الهواء حواليه وكده. يبقى ديو تو لوس اوف بادي تمبرشر، يبدا نفقد بادي تمبرشر نتيجه الكوندكشن والراديشن والكونفكشن. وزود هيت برودكشن، هو خلاص مش بينتج حراره. يبقى احنا الاول كان جسمنا بينتج حراره وميتابوليزم وبتاع، لا جسمنا دلوقتي في الحاله ديت يعني مش بينتج حراره، ما فيش اي اكسيديتيف بروسيس بتعمل، لا دي كلها وقفت في التيشو خلاص، كل الميتابوليزم وقف وكل كل الميتابوليزم وقف وكل كل البروسيسز وقفت، فخلاص جسمنا بقى بيبدا يفقد اكتر. يبقى بيفقد ليه؟ كولينج اوف ذا بودي افتر ذس ديو تو لوس اوف بادي تمبرشر، يبدا يفقد نتيجه عن طريق الكوندكشن او الراديشن او الكونفكشن. وزود خلاص مش بينتج هيت برودكشن. طيب بعد كده بنشوفها ازاي بقى الميديكال ليجل امبورتنس. طيب اهميتها ازاي؟ قال ان هي شور ساين اوف ديث، من العلامات المؤكده للوفاه ان هو ان الحد ده يكون درجه الحراره بتاعته قلت. يبقى هي شور ساين اوف ديث ليه بقى؟ ان الريكتال تمبرشر بتاعته تكون 31. الريكتال تمبرشر تبقى كام؟ 31. يبقى الريكتال تمبرشر ما تكون 31 قال لك ايه، بري سامبتيف ايفيدنس اوف ايه، اجونال ستيت اوف ديث. يبقى احنا لما الريكتال تمبرشر توصل 31 يبقى خلاص الشخص ده بقى ديد يعني. بعد كده الريكتال تمبرشر ما توصل بقى يعني 31 نبدا ان هو بيبدا بيموت يعني بيحتضر. الدكتور كان بيقول عليه الاحتضار. طيب الريكتال تمبريتشر اللي هو خلاص وصلت ل 21 ده خلاص شور ايفيدنس اوف ديث، 1000 ل 1000 الراجل ده يعني ايه توفى. يبقى شور ساين اوف ديث احنا بنقول الريكتال تمبريتشر لما تكون 31 معناها بري سامبتيف يعني ايه ايفيدنس اوف اجونال ستيت، بيبدا خلاص يفقد حرارته ونعرف ان هو بيحتضر. يبقى الريكتال تمبريتشر ده لما تكون 31 يبقى هو بيحتضر. طب ما تكون 21 لا ده 1000 ل 1000 الراجل ده ايه خلاص شور ساين اوف ديث. يبقى لما تكون 21 التايم اوف ديث بنحسب التايم اوف ديث ازاي؟ قال النورمال بودي ثانيه واحده اقول بس شويه كلام الدكتور كان قاله، ان احنا مثلا ادي الهواء، ادي الشخص اللي ميت اهو، وادي ادي الجسم بتاعه الخارجي، سطح الجسم الخارجي، وادي الهواء اللي حواليه. الجسم بقى بيفقد درجه الحراره، بتبقى الاول فقد ما بين مين ومين، بيبقى بين البودي سيرفيس وما بين الحراره اللي حواليه وبين يعني. دكتور معلش لخبطت، الدكتور سال سؤال، الجسم بيفقد درجه الحراره البودي سيرفيس، البودي سيرفيس ولا الكور سيرفيس هو الكور تمبريتشر؟ بصوا طب احنا ليه بنقيسها من الريكتال؟ انا اسفه على اللخبطه دي معلش، ليه بنقيسها من الريكتال؟ لان الريكتال ديت بتقيس لنا الكور تمبريتشر مش البودي مش السيرفيس تمبريتشر. يبقى الريكتال بستخدمها عشان هي ادق. ليه؟ لانها بتقيس الكور تمبريتشر. طب الجسم الاول بيبدا يفقد السيرفيس، بيبدا يقل يعني السيرفيس تمبريتشر ولا الكور تمبريتشر؟ لا السيرفيس تمبريتشر الاول هي اللي بتقل. ليه؟ لان السيرفيس تمبريتشر ديت هي اللي مع البيئه اللي حواليها، هي اللي متصله باللي حواليها يعني، هي اللي معرضه للهواء اكتر من غيرها. فبالتالي الجسم بيبدا يفقد الحراره من السيرفيس، يبدا يفقد من الحراره من السيرفيس شويه 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 لحد ما يبدا يوصل لحاجه معينه ان السيرفيس بقى زي البيئه الخارجيه. فيبدا ساعتها ان السيرفيس بقى يبدا هو يحصل هنا الديجريديشن بين السيرفيس والايه والكور. يبقى احنا عندنا بنقول التايم اوف ديث بنحسب ازاي؟ بنقول ان احنا الاول بيبقى فيه اللي بيبدا يحصل التوصيل ده ما بين السيرفيس بتاع البودي وما بين البيئه اللي حواليه لحد ما الاثنين يتساووا، يبدا بقى يحصل المقارنه هنا تبقى بين السيرفيس تمبريتشر وبين الكور تمبريتشر. بعد حددها ازاي بقى التايم اوف ديس؟ بيقول ذا نورمال بودي تمبريتشر اللي هي التايم اوف ديس از اسيوم تو بي 37. درجه الحراره العاديه بتاعتنا احنا عارفين ان هي بتكون كام؟ 37. طيب بعد كده بنقول ايه بقى؟ لو البودي سيرفيس بيجن كولينج ايميديتلي، بيبدا بقى الجسم بيفقد درجه الحراره بسرعه على طول بعد الوفاه يعني. بات ذا ديب اورجنز انكلودنج ذا ريكتم، الديب اورجن دي زي الريكتم كان نوت بيجن كولينج، مش بتبدا كولينج على طول كده لا، ده ديت مش بتبدا كولينج غير لما البودي سيرفيس بيبقى خلاص زيه زي البيئه
خارجيه، يعني هي مش بتبدا تكون، مش بتبدا درجه الحراره بتاعتها تقل غير لما البادي سيرفيس يبقى زي الوسط اللي حواليه، فساعتها في الفتره دي بيبقى ثابت كده، فبنسميها بلاتو. ثابت بنسميها ايه؟ بلاتو. يبقى احنا بنقول ذا بادي سيرفيس بيجين كولينج. الاول بيبدا الجسم بقى يفقد درجه حرارته بسرعه، لكن مين اللي ما بيفقدش؟ الاماكن اللي هي الايه، الانترنال اورجان او الديب اورجان. ديب اورجان منهم مين؟ الريكتوم. عشان كده كنا بنقول الريكتوم بيقيس لنا الكور تمبريتشر. كان نوت بيجين كولينج انتر الهيت جراديانت سيت اب بتوين ذا كور اند بودي تمبريتشر. واصلا الهيت جراديانت كان الاول بين السيرفيس وبين البيئه اللي حواليه السراوندنج. دلوقتي مجرد ان السيرفيس بقى زي السراوندنج، فخلاص ما فيش ما بينهم اي حاجه، فدلوقتي بين مين وبين؟ بين الكور وبين السيرفيس. فبيبدا بقى الكور والسيرفيس الاثنين يفقدوا درجه الحراره، فساعتها الكور تبدا درجه حرارته تقل، فبنسميها الفتره ديت اللي هي البلاتو تمبريتشر بلاتو، بنسميها السيجمويد شيب كيرف. سيجمويد شيب كيرف هوريكم صوره ليه برده بعد كده. اندر افريج كونديشن زي تمبريتشر بلاتو نيرلي از نيرلي 3 اورز، يعني الفتره على ما بيبدا الجسم امتى درجه الحراره بتاعه الكور تقل بتقعد 3 ساعات على ما يبدا يفقد درجه الحراره بتاعه الكور تمبريتشر. يبقى درجه الحراره بتاعه الكور اللي هي الكور تمبريتشر ديت تبدا امتى؟ تقل بعد 3 ساعات. يبقى احنا بنقول الاول ادي انهي الجسم بيفقد درجه الحراره الاول، اللي هي السوبرفيشيال ولا اللي هي الكور؟ لا، بيبدا يفقد السوبرفيشيال الاول شويه شويه لحد ما خلاص. يبقى السوبرفيشيال زيها زي السراوندنج، ساعتها بقى يبدا يحصل الهيت جرادين ده بين السوبرفيشيال السكن او السيرفيس سكن، يعني سوبرفيشيال ايه، بين السيرفيس وبين الكور. بعد كده ده كل الفتره دي بتاخد قد ايه؟ بتاخد 3 ساعات. طيب ماشي. بعد كده بقى بنقول ايه تايم اوف ديس ان اورز، بنحسبها ازاي؟ مثلا احنا عارفين درجه الحراره بتاعتنا بتبقى كام، درجه الحراره العاديه اللي هي بتاعتنا 37. بعد كده بنشوف ان بقى 37 نطرح منها 37 نطرح منها الايه، الريكتال تمبريتشر. احنا بنقول مثلا الريكتال تمبريتشر كنا بنقول في مرحله الاحتضار بتبقى 31، مرحله خلاص مات كانت بتبقى 21، نبدا منها نطرح منها الريكتال تمبريتشر ونجمع عليها 3. طب ليه؟ مش احنا كنا بنقول اصلا ان الريكتال تمبريتشر درجه حرارته مش بتبدا تقل غير بعد الموت بثلاث ساعات، يبقى الراجل ده مات من 3 ساعات، خلاص معروفه. احنا كده حسبنا الثلاث ساعات دي معروفه، نبدا بقى نشوف درجه الحراره اللي قلت من الريكتال تمبريتشر دي قد ايه، درجه الحراره اللي قلت في الريكتوم قد ايه، نبدا نشوفها ونجمعها بقى على الثلاثه ديت. يبقى مثلا هو حسبت دلوقتي الريكتال تمبريتشر ولقيتها 31 مثلا، هطرح ال 37 من ال 31 هلاقيها انها كام؟ 6. اجمع عليهم بقى الثلاث ساعات، اجمع عليهم ثلاث ساعات اللي هي اللي خلالهم الريكتال اللي كانت في البلاتو وقتها، اللي هو الريكتال تمبريتشر ساعتها ما كانتش بتقل بس هو كان اوريدي مات يعني. بعد كده هاو تو ميجر ذا بودي تمبريتشر، ازاي بقى بتقيس البودي تمبريتشر ديت؟ هنقول ان احنا عن طريق ايه، فروم ذا ريكتوم، بنقيس عن طريق الريكتوم. احنا عندنا كيميكال ثيرمومتر، عندنا ترمومتر معين بيقيس بيه التمبريتشر بتاعت الناس اللي هم توفوا، يعني الترمومتر ده بيبقى ديجريديشن، اللو ديجريديشن بتاعه من 0 لـ 50. ايه ده من 0 لـ 50 ليه؟ مش انت اصلا بتقول ان الريكتوم تمبريتشر بتقل مش بتزيد؟ قال اه، مش هو زي ما الناس زي ما احنا بنقول لسه بتاثر بالبيئه الخارجيه؟ طب اصل قدر ده ناس مثلا في بلاد استوائيه، دكتور ضرب المثال بالكويت، الكويت درجه الحراره بيقول بيبقى فيها 60، طب ده اكيد هيبدا جسمه يسخن مش يتلج، فساعتها لان هو ايه، ان الكور تمبريتشر ساعتها هتزيد، فاحنا عاملين ديجريديشن من 0 لـ 50 بحيث انها ممكن توصل لكده يعني. بعد كده سمول، في تاني حاجه تانيه اسمها سمول الكترونيك ثيرموكابل، ده بيبقى ديجيتال. يبقى احنا عندنا الترمومتر العادي والترمومتر التاني ايه، الديجيتال. بنبدا نحطه قد ايه، بيبقى طوله تقريبا 10 سم، بيبقى يعني عشان يقيس بدقه اكتر بنسيبه لمده 5 دقائق عشان يقيس الانر كور بتاعت الانترنال اي اورجن او تمبريتشر بتاعت البودي. بعد كده بنقول بقى الترمومتر شود نوت بي انسرتد تو ذا ريكتوم بيفور سواب، ازاي بقى؟ بيقول ان الدكتور بيقول ان الاول لو الموضوع يعني فيها ليجل او كده، فاحنا بنشوف مش بنسمح ان احنا نقيس الريكتال تمبريتشر قبل ما يعمل مسحه او سواب للريكتوم ده. ليه؟ بيقول ان المنطقه دي اصلا منطقه ممكن يحصل فيها اعتداءات او هكذا، ممكن مثلا يلاقوا فيها ان الشخص ده تعرض لاي حاجه وحشه يعني او كده، فممكن يلاقي فيها سيمن او بتاع، فده يعرف يعني ان الشخص ده اتعرض مثلا لاعتداء جنسي او حاجه شبه كده. ده كله يعني انا لو استخدمت الريكتال ترمومتر ساعتها هنفي الحاجات دي كلها وهخبي الحاجات دي كلها، فما ينفعش استخدمه الا لما اعمل سواب عشان بقى اشوف لو ايه، لو تريس ايفيدنس زي السيمن او الهير او الفايبرز وهكذا. طيب بعد كده نقول ايه الفاكتورز افكتنج
الفاكتورز افكتنج بودي كولينج، ايه الحاجات العوامل اللي بتاثر على البودي كولينج؟ اول حاجه الانفيرومنتال تمبريتشر اند كلايمت كونديشن، البيئه اللي حواليا. مش احنا كنا لسه بنقول بتاثر بالبيئه اللي حواليك؟ كنا بنقول ان الجسم ممكن يسخن في البلاد الحاره او يتلج في البلاد الساقعه وهكذا. تاني حاجه البودي تمبريتشر، لو الشخص ده اصلا عنده هايبوثيرميا، مات بدرجه حراره قليله جدا، هو درجه حرارته قليله فخلاص البلاتو يبقى شورتر لانه عمال يفقد درجه الحراره بشكل اكتر. الناس اللي هم عندهم ايه هايبوثيرميا درجه حرارته قليله جدا فالبلاتو ساعتها مش هيقعد 3 ساعات، لا هيبقى شورتر بلاتو. وكمان الكولينج هياخد وقت قليل، هو اصلا درجه حرارته كانت قليله وهو ميت. طب لا ده ميت بقى بدرجه حراره عاليه جدا، فساعتها بقى اقول ايه زي سيبتسيميك ديس، هو ميت مثلا عنده سيبتسيميا والحاجات ديت، او بنتاين هيموريدج، ساعتها هو ميت درجه حرارته عاليه فبيبدا يفقد درجه حرارته على ما يبدا يفقد شويه شويه، ساعتها ان البلاتو هياخد وقت اطول لونجر بلاتو، فساعتها هياخد الكولينج هياخد برده لونجر تايم. يبقى احنا بنقول لو هو هايبوثيرميا واصلا درجه حرارته كانت قليله فخلاص هيتلج بسرعه. طب درجه حرارته كانت عاليه، لا ده هيتلج شويه شويه، يبقى درجه حرارته قليله يبقى شورتر بلاتو وكولينج تيك شورتر تايم. طيب والهايبر ثيرميا ده بقى شورت لونجر بلاتو والكولينج ايه تيك لونجر تايم. طيب والكلوزنج، الكلوزنج بقى لو ده لو لابس لبس كتير يبقى خلاص هيفقد الحراره ببطء زينا برده في الصيف والشتاء وكده، لو لابس لبس قليل لا ده هيفقد الحراره بسرعه. بص على البودي، الوضعيه بتاعه البودي، اكستند اور سبريد ايجلد فيرسس كيرلد اور فيتال بوستشر، يعني هو مثلا هو ميت فرد ايديه ورجليه فساعتها السيرفيس اريا المعرضه لاكتر فساعتها هيفقد درجه الحراره اكتر، ولا هو مثلا ضم جسمه على بعضه كده فساعتها بيحافظ على درجه حرارته على قد ما يقدر. الايج، الايج بيقول ان الانفانت السيرفيس اريا بتاعتهم مقارنه بالبودي ماس سيرفيكس سيرفيس ان هم بنلاقي ان هم بيفقدوا درجه الحراره بشكل اسرع. ليه؟ لان هم جسمهم صغير والجلد منطقه السكن المعرضه للسيرفيس كبيره. الدكتور بيقول يعني احنا بنبقى مولودين بالجلد بتاعنا اللي هو السكن بتاعنا ده بيكفينا، هو نفسه مش بيكبر، لا ده هو زي ما يكون بيتفرد، فساعتها فمعناها يعني ان السيرفيس بتاعه الشخص الكبير زي الشخص الصغير، لكن البودي ماس حجم البودي بتاع الجسم عند الطفل الصغير اكتر من اقل من الكبير بكتير، فساعتها معناها ان الطفل ده هيفقد درجه الحراره بشكل اسرع من الكبار. يعني الاوبيزيتي، الشخص ده اصلا اوبيز واحنا عارفين ان الاوبيزيتي او الفات بتاعه بتشتغل كانسوليتور. الايديما، لا الميه جواها برده دي برده بتعمل كبارير ان هو يفقد درجه حرارته وبتقلل برده الايه مش بيفقد درجه الحراره بسهوله فتعمل لونجر بلاتو بتاخد لونج تايم. والووتر بيقول بقى طب لو واحد مثلا غرق في ميه او واحد غرقان في ميه وواحد عادي على نام على سرير انهي اللي يفقد درجه الحراره؟ ميت على سرير انهي اللي يفقد درجه الحراره اسرع؟ اكيد اللي يفقد درجه الحراره اسرع اللي في الميه لان الميه بتبقى ساقعه وكمان التوصيل في الميه اسرع من الهواء. يبقى ليه بقى؟ ان الكولينج في الووتر بيبقى دبل، يبقى يعني مثلا ده هيتلج خلال 5-6 ساعات، لا ده خلال ساعتين، خلال يعني هناك 6 ساعات هنا 3، يعني هو بيتلج في وقت اسرع، يعني اسرع ضعف من هناك. يبقى احنا نقول ايه الفاكتورز افكتنج، نقول الانفيرومنتال تمبريتشر، تاني حاجه البودي تمبريتشر درجه حراره الجسم نفسه وهو بيموت، تالت حاجه الكلودنج، بعد كده اللي هي البوستر اوف ذا بودي وضعيه الجسم هل هو فارد نفسه او ضامم نفسه. الايدج قلنا الاطفال الصغير بيفقدوا درجه الحراره بسرعه، والوبيزيتي قلنا الفات بتشتغل كهيت انسليتور، والاديمه بتشتغل كبارير والووتر. بعد كده بنقول ايه الليفر مورتس ليفر مورتس ليفر مورتس، هنا بقى بنقول ان هو ايه ليفر مورتس دي معناها هايبوستيزيس، بيبدأ يحصل فيه ترسب كده او ركود للدم ده. ليه بقى؟ ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان خلاص ان خلاص الجسم ما بيتحركش، فالمصل الدم الموجود ده لا حصل فيه رسوب او هايبوستيزيس كده ركد كده. بوست مورتم ليفيديتي او بوست مورتم ستيننج، يبدأ بقى الجسم بيتصبغ او بيحصل له ستيننج بالدم ده، فبيقول او معناها اسم تاني ساجيليشن. الدكتور قال كل ده لازم نعرف كل المصطلحات دي. ليفر مورتس هي تاني حاجة اللي هي هايبوستيزيس او البوست مورتم ليفيديتي والبوست مورتم ستيننج والساجليشن. ده معناها ايه اصلا؟ ده معناها ديسكالريشن اوف سكن، ان السكن ديت لونها اتغير. ليه بقى؟ نتيجه ايه؟ نتيجه سيزيشن او سيركيليشن. احنا متفقين ان ده ان السيركيليشن بتاعتنا خلاص توقفت، يبقى خلاص الدم ده ترسب او سيدلينج ركد خلاص باي جرافيتي خلاص. ان سمول فيزلز، بيبقى فين بقى؟ في السمول فيزلز وكمان الكابيلرز او السمول فينز في الاماكن بقى اللي هي الديبندنت اريا اوف ذا بودي. يبقى احنا عن ايه؟ الليفر مورتوزيس، الليفر مورتز نفس الحاجه اللي هي هايبوستيزيس اللي هو ركود، او بوست مورتم ليفيديتي او بوست مورتم ستيننج اللي هو الجلد او السكن بيبدا يتصبغ باللون بتاع الدم ده. ساجيليشن هو نتيجه ديسكولوريشن اوف ذا سكن، ان السكن حصل فيها ديسكولوريشن ديو تو سيزيشن
اوف ذا سيركيوليشن، خلاص السيركيوليشن دي وقفت، فالسكن بقى بتبدا تتصبغ وكده، سيتلينج نتيجه السيتلينج بتاعه البلد، والسيتلينج بتاع البلد ان البلد اترسب فيها يعني، والكابيلرز في السمول فيزلز بقى، الكابيلرز والسمول فيلز وهكذا وهكذا، وبتديبندنتريوم من البادي. كمان بيقول ان هيبوستاسيس ده مش بيبقى موجود في انهي حته بالظبط، تتخيلوا انهي حته؟ ممكن مثلا الحته اللي هو كان عامل عليها كومبريشن وضغط عليها دي، دي ممكن ما يحصلش فيها، ما يحصلش فيها ليفر مورتس. هنقول ليه بقى؟ لان هي خلاص الاماكن دي كانت خلاص بيضت من كتر الضغط عليها او من كتر الكومبريشن يعني، يبقى احنا نقول الكونتاكت فلاتنج دي مش بيحصل فيها الهايبوستيس. يبقى الهايبوستيس ده ابسنت فين؟ في الكونتاكت فلاتنج، في الاماكن بتاعت الشولدر والباتوكس والكالف زي ما احنا كنا شايفينها من شويه. طب الارياز كومبريسد باي تايت كلوزنج، الاماكن اللي هي بقى الكلوز كان ضغط عليها او عامله تايتنج عليها زي البلت او الايه او البراسير. بعد كده بقى بنقول ايه؟ الهايبوستيس اوكير اولسو اندبندنت ان ذا ديبندنت بارتس اوف ذا انترنال اورجان، الاجزاء اللي هو اللي هي بقى الحاجات الانترنال اورجان. بعد كده يبقى احنا نقول على السريع تاني اتكلمنا في ايه الموضوع ده، ليفر مورتز، الهايبوستاسيس اللي هو ركود الدم، او البوست مورتم ليفيديتي، او البوست مورتم ستيننج اللي هو السكن بتتصبغ بلون مختلف، او ساجيليشن اللي هو ديسكالريشن اوف ذا سكن، السكن ديت اللون بتاعها اتغير نتيجه سيسيشن اوف سيركيليشن، السيركيليشن ديت الدم خلاص بطل او وقف، فبالتالي الدم بيحصل فيه ركود على الجرافيتي او على الجنب اللي هو نايم عليه يعني، يعني بيترسب يعني ان سمول فيزلز او سواء بقى كابيلرز او سمول فين في الديبندنت اريا من البودي. ويقول انه بيبقى ابسنت فين؟ في الاماكن اللي حصل فيها كونتاكت فلاتنينج، والشولدرز والباتوكس اللي هي زي الشولدرز والباتوكس والكوفز. بعد كده بنقول الارياز بقى اللي هي الكومبريسد مع بتايت كلوز، قلنا البيلت والبرا. بعد كده بنقول الهايبوستيز اوكير فين كمان ممكن يحصل؟ في الديبندنت بارتس اوف ذا انترنال اورجان. الميديكوليجال امبورتنس، هل الموضوع ده مهم ولا مش مهم؟ هنقول دلوقتي انه مهم ولا مش مهم، هنتكلم هندي مثال. هنقول بقى ان هو شور ساين اوف ذس، هو ما دام خلاص ان حصل ليفر مورتس ده اللي هو الدم اترسب، او حصل ستيننج او سيجمنتي او سيجمنتيشن الحاجات ديت، خلاص اعرف ان هايبوستيس ده، اعرف ان الشخص ده مات، يبقى هو شور ساين اوف ذس. يبقى احنا بنقول ان هو شور ساين اوف ذس. تاني حاجه بيقول هايبوستيس بيجين تو ديفلوب ايميديتلي، كل الحاجات ديت اصلا بتديفلوب ايميديتلي افتر ذس. هاويفر ذا انديفيدوال دراينج داينج اوف كاردياك فيلير، الشخص اللي بيموت في كاردياك فيلير هايبوستيس اصلا ممكن يحصل بايه؟ ديفلوب بيريود تو ذس، هو اصلا ده عنده كارديو فيلير ونام على طول على السرير، فبيبدا ان الهارت اصلا مش قادر يوصل الدم، فاللي حصل هايبوستيزيس وحصل اللي هو الليفر مورتس ده قبل ما يموت اصلا في الشخص اللي عنده كارديو فيلير. يبقى احنا عندنا شور ساين اوف ديس اللي هو الهايبوستيز ده بيحصل على طول افتر ديس، وهو اصلا شور ساين اوف ديس، وممكن يحصل قبل الوفاه في الناس الكارديو فيلير. طب يساعدني ان انا اقدر احدد التايم اوف ديس؟ طب ازاي؟ هنقول الهايبوستيز ده بيكم ابيرنت ويزن هاف اور، بيبدا خلال نص ساعه، خلال نص ساعه بالظبط بتلاقي ان سمول باتشز بيبدا يحصل فيها ترسب للدم او هايبوستيز كده. يبقى احنا عندنا الشخص ده ميت بقى له نص ساعه، ممكن الاحظ عليه ان في سمول باتشز كده في حصل فيها ترسب للدم، يبقى هايبوستيز اوكي يوجوالي بيكم ابيرنت ويزن هاف ان اور اوف ذس سمول باتشز. بعد كده بقى بيقول از تايم بروجريس، بيبدا بقى عدى على الوفاه ديت ساعتين لاربع ساعات، تبدا السمول باتشز دي بقى تكبر شويه شويه، ويبقى يعمل بعد كده ايه يوكوليز تو برودوس اكستنسيف هايبوستيز. يبقى احنا عندنا ادي الشخص ميت اهو مثلا، ادي اهو ميت مثلا، تخيلوا يعني اهو مثلا. فبعد كده بنقول بنلاقي الاول عندنا سمول باتشز، سمول باتشز كده، سمول باتشز ده خلال نص ساعه. بعد كده السمول باتشز دي بقى بتكبر تكبر، كل باتش تكبر 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 تكبر. بعد كده بقى بيبداوا يكبروا شويه شويه خلال 2 ل 4 ساعات، بيبدا بقى ان هم كوليست برودوس اكستنسيف هايبوستيز، ده ان الهايبوستيز بقى اكستنسيف كتر خالص. بعد كده بنقول بقى الهايبوستيز بيكم كومبليت، خلاص جسمه كله بقى بيبدا يعمل هايبوستيز ما عدا الاماكن طبعا احنا قلنا عليها، بيبدا بقى الموضوع يبقى فيكسد خلاص. ان في الاول خلال نص ساعه لو انا مثلا هو كان نايم على ظهره، فيبدا الهايبوستيس ده بيبدا في الاماكن اللي هي تعرض للجرافيتي، بيبدا يظهر في الاماكن اللي هي ايه اللي تحت عكس بعيد يعني على الاماكن برضو اللي فيها كونتاكت فلاتنج. طيب لو قلبته، لا ده بيحصل على اليمه برضو المقلوب عليها ومع الجرافيتي يعني، ده خلال نص ساعه وخلال ساعتين اربع. لو عدى بقى 6 ساعات ل 12 ساعه، لا انت لو قلبته وخلاص الستيننج ده حصل، هو خلاص اتصبغ باللون ده، ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان هو خلال قلنا بيبقى فيكسد، بيبقى فيكسد وكمبليت وفيكسد خلال قد ايه؟ سوري كنسل كنسل. بيقول بنقول ان هو كومبليت وفيكسد خلال قد ايه؟ خلال 6 ل 12، خلال من 6 ل 12 ساعه. بعد كده بنقول ايه بقى؟ بنقول ده طب ده حصل نتيجه ايه؟ نتيجه بلاد هيموليسيس ذات ديفيوز تو ذا اكسترا فيسكولار سبيس، خلاص ان اللي حصل بلاد هيموليسيس خلاص بقى اتكسر وبدا يعمل ستيننج في السكن وتسرب الاكسترا فيسكولار سبيس.
طيب على السريع بقى نقول ايه بقى؟ هنقول ايه تاني؟ هنقولهم يا احنا عندنا مثلا ان هو الهايبوستاز ده خلال نص ساعه بيبقى عباره عن ايه الاول؟ خلال نص ساعه بيبقى عباره عن باتشز كده صغننه صغننه خالص، بعد كده من ساعتين لاربع ساعات الباتشز ديت بتبقى بتبدا تكبر شويه تو كواليز تو جزر، وفي الفتره ديت لو انا قلبته على اليمه الثانيه اللي هو خلاص الهايبوستاز بيفك من اليمات ويروح مع الجرافيتي. يعني مثلا هو تخيل ان البيشنت الاول كان نايم على ظهره، بيبدا بقى اللي هو مع الجرافيتي الاجزاء اللي معرض اللي قريبه من الجرافيتي يعني من الارض هي اللي بيحصل فيها ايه هايبوستاز وكده. طب انا لو رجعت قلبته على بطنه لا بيتنقل مع المكان اللي انا قلبته عليه ده خلال اول نص ساعه واثنين اربع ساعات عادي. طب بقى خلال 6 ل 12 ساعه بيبدا بقى الموضوع يبقى فيكسد خلاص، اللي حصل الهيموليسيس للبلط وهو خلاص الجلد حصل فيه ستيننج لان خلاص اترسب الاكسترا فاسكولار سبيس. طيب بعد كده بنقول لو قلبته لا هو خلاص لو هو مثلا فضل 6 ل 12 ساعه نايم على ظهره وظهره خلاص عمل الليفر مورتس ده او اللي هو الهايبوسيس ده خلاص قلبته بعد كده مش بيرجع تاني، هو الموضوع بقى فيكسد وكمبليت. دكتور انا بقى بيضرب مثال كده بيقول لك ايه ان مثلا ان كان في اتنين قتلوا واحد، الاتنين ده مسكوا قتل واحد قتلوه ازاي؟ خنقوه، بعد ما خنقوه راحوا جايبين سايبينه في الارض ونيموه على ظهره مشيوا. الكلام ده كان بالليل، مشوا كده بعدها بست سبع ساعات تمن ساعات رجعوا له قالوا ده احنا ايه ده احنا لو الناس لقوه لقوا ان هو كده ميت هيعرفوا ان احنا اللي قتلناه وهنتحاكم وبتاع، احنا هنروح ونروح شايلينه ونشنوه كواي كان هو يعني شنق نفسه كده. فراحوا جايين له مطرح ما قتلوه وراحوا جايين شايلينه وراحوا جايين رافعينه وكانه شنق نفسه كده ومشيوا. تاني يوم بقى القريه ديت جالها الطبيب الشرعي يشوف سبب الموت بتاع الراجل ده، فالناس كلهم بقى متجمعين وكده ويشوفوا ان الراجل ده مات ازاي وبتاع. فالدكتور دخل لقى الراجل متعلق لكنه لقى عنده ليفر مورتس. طب ايه ده ازاي؟ طيب ليفر مورتس لقى ان ظهره مليان كل ليفر مورتس وخلاص الاستيننج دي ماليه ظهره، معناها ان هو كان فضل ميت على ظهره اكتر من 6 7 8 ساعات، معناها ان هو مش قاتل نفسه؟ لا طبعا معناها انه مش قاتل نفسه، معناها ان هو كان نايم على قاعد نايم على ظهره بعد له 6 ساعات، يعني هو حد فهو حد نقله. فهو قال له الدكتور ده قال لهم لا هو مقتول وحد واللي قتله سابه 6 ساعات ورجع 6 ساعات او اكتر ورجع تاني راح جاي شايله ومعلقه وفسر لهم كل حاجه. فساعتها بقى الاثنين اللي قتلوه من وسط الناس اللي كانوا قاتلين ماشيين في جنازته دول طلعوا قالوا الراجل ده شيخ وهو عارف كل حاجه وهم اعترفوا بنفسهم يعني. وبس ده الطب الشرعي يعني الجانب المثير فيه. بعد كده بنقول ايه؟ يبقى هو ميديكال ليجال امبورتنس اتكلمنا عنه، بنقول اللي هو شور اللي هو شور ساين اوف ديس. خلاص انا مجرد ما لقيت الهايبوستيز ده هعرف ان هو خلاص الراجل ده مات. بيجين تو ديفلوب ايميديتلي افتر ديس هوفر انديفيدوال داينج كارديك فيلير، احنا دي قلناها اصلا. بعد كده بنقول ايه بقى؟ بنقول الكوز اوف الكوز اوف ديث اللي سبب ديس بنعرف من الكالر، هل لون الجسم الشخص ده يعرفنا السبب الوفاه بتاعته؟ قال اه ان اوردينري ديس في العادي خالص بيبقى اللي هو ريدش وبربلش بلو بيبقى لونه احمر كده مدي على البربل كده. طيب بقى بعد كده في حالات معينه اللي هو بيقول ان سيرتن ديس في اوقات معينه هايبوسز مي بي ان يوجوال كالر، بتدينا الوان اصلا غير معتاده زي ايه مثلا؟ قال ديس فروم كربون ديس فروم كربون مونوكسيد او الايه ديو تو اللي هو الكربون هيموجلوبين والحاجات ديت والسيانيد ده ديو تو اكس هيموجلوبين اور اكسبوجر تو كولد، ساعتها ديو تو اكس هيموجلوبين بتورينا بيبقى لونه بينك او شيري ريد. يبقى احنا عندنا لو الشخص ده كان تعرض لكربون مونوكسيد فساعتها بقى اللي هو الهيموجلوبين اللي موجود في الدم بقى بيبدا يدينا اللون البينك وكده او اللي هو الايه السيانيد ديو تو اكس هيموجلوبين. دكتور قال يعني الصينات ده بيبلوك حاجه معينه، فالاكسوهيموجلوبين بيدخل الاكسوهيموجلوبين ويخرج الاكسوهيموجلوبين زي ما هو فبيفضل زي ما هو بيدينا اللون البينك ده. بعد كده اكسبوجر تو كولد ان هو اتعرض لكولد وكده، ففي كل الحالات ديت يعني في حاله الصيانيد وفي حاله الكربون مونوكسيد وفي حاله الكولد فهو كده كده مش هيجيب لنا السبب، يعني هو 3 سي اهم كربون مونوكسيد وكمان الصيانيد وكمان 3 سي تالتة كولد بيدينا بينك لون بينك او شيري ريد. بعد كده بقى الريفريجيشن اولسو اوكي كوز بينك هايبوسيس اللي هو التريفريجيشن اللي سي يعني التلاجة يعني بيكونوا حاطين البيشنت ده في التلاجة. بعد كده ان ذس فروم موست تايبس اوف اسفيكسيا الخنق بتلاقي ان هو الشخص ده لونه ديب بلو لونه ازرق داكن اللي هو ديو تو ريديوسد هيموجلوبين، يبقى الشخص ده متخنق تعرض بيبقى لونه ايه ديب بلو نتيجه ان هو مفيش اكسجين وخلاص ريديوسد هيموجلوبين قل فساعتها يحصل ايه ديب بلو. طيب والديس بقى بتاعت سلفونامايد السلفونامايد بقى والنيتريت والبوتاسيوم كلر ده بتلاقي ان هو لونه براون تقريبا. الدكتور ده كان جاب دي
الكويز اللي هو عرضه اللي هو باللون البراون ده نتيجه النيتريت، نتيجه ايه؟ النيتريت كانت في الاختيارات، يبقى الداس فروم سلفونامايد او نيتريت او البوتاسيوم كلوريت اور انيلين بتدينا اللون اللي البني ديو تو ميتهيموجلوبين. طيب بعد كده ان ذا ديس ريزلت فروم ماسيف هيموراج، لو هو خلاص نزف كتير جدا بتلاقي بقى ان الشخص ده بقى فينت خلاص باهت ويل ديفايند. يبقى احنا كده عرفنا ان هو على حسب لون اللون الهايبوستيز بتاعه نقدر نحدد السبب بتاع الديس. قال اه زي ايه مثلا؟ احنا هنرجع نقوله مع التاني، عندنا 3 سي، سي كربون مونوكسيد وسي ساينايد وسي كول. قلنا اول سي ديت اللي هي بتاعه الكربون مونوكسيد نتيجه اللي هي كربون اكسيد هيموجلوبين، بعد كده الساينايد اللي هي ديو تو اوكسي هيموجلوبين، والكولد ديو تو برضو اكسي هيموجلوبين، لان ادانا لون البينك او الشيري ريد. وكمان الريفريجيشن بتاعه نفس الكلام. وبعد كده لو هو ديس نتيجه انه اتخنق بيبقى دي بلو. طيب والديس ده لو نتيجه سلفونامايد او نيتريت او بوتاسيوم كلوريت او انيلين بنلاقي ان هو لونه براون. طيب والديس دي لو نتيجه انه فقد دم كتير اللي هو الماسيف هيموراج بنلاقي ان هو ال ديفايند او فينت كلر ديو تو لاك اوف ايه اوف هيموجلوبين. بعد كده نو البوزيشن اوف ذا بلاد، نقدر نقول ان البوزيشن اوف ذا بودي ازاي الفروم زيت اوف ذا ديستريبيوشن، بنشوف اللي هي الهايبوستيز ده حصل فين بالظبط. بيقول هايبوستيز انديكيت ذا بوستر اوف ذا بودي، يقدر يحدد لنا البوستر اوف ذا بودي زي ما كنت لسه اقول دلوقتي من القصه بتاعت الاثنين اللي قتلوا الراجل ومش البنات دول. بيقدر يحدد البوستر بتاعه البودي از تايم اوف ديس، كان ميت على ظهره ولا على بطنه وهكذا. بيقول اوف ذا بودي از فيس داون، اللي هو بص على وشه يعني نايم برون، يعني نايم على بطنه. سبيس داون هايبوستيز ويل بي بريزنت ان ذا انتيرور اسبيكت اوف ذا بودي، اللي هو نايم على وشه او على بطنه بيبقى في الانتيرور اسبيكت اوف ذا بودي. طيب بقى لو البيشنت ده ليد اون ذا باك، لو كان على ظهره هايبوستيز ويل بي بريزنت ان ذا بوستيرور اسبيكت اوف ذا بودي. في كل الحالات ناخد بالنا يعني ان هو مش بيبقى موجود في المنطقه اللي هي كونتاكت فلاتنج. بعد كده اف ذا بودي از هانجد هايبوستيز ويل بي بريزنت ان ذا لوور ليم، لو هو متعلق بيبقى الهايبوستيزس بيبقى فين؟ في اللور ليم. احنا بنقول الكلام ده كله انه اصلا مع الجرافيتي، يبقى مع الجرافيتي الاماكن اللي هي اللي تحت دي بتبقى هي اللي فيها الهايبوستيز. يبقى لو البودي ده فيس داون بنلاقي الهايبوستيز بريزنت ان ذا انتيرور اسبيكت اوف ذا بودي. طب لو على ظهره لا، يبقى نلاقي ان هو على ظهره. لو هو متعلق زي ما احنا قلنا مسكوا الراجل وعلقوه، فالدكتور رايح على اساس ان هو هيلاقي ان الهايبوستيز ده في اللور ليم، فلا اتفاجئ ان الهايبوستيز ده موجود على ظهره، معناه ان هو كان ميت على ظهره، هو اكتر موضوع مستمر يعني فضل موجود فيكسد، فمعناه انه فضل على ظهره اكتر من 6 ساعات، من 6 ساعات يعني 12 ساعه. بعد كده بنقول ايه بقى ان كيس اوف دروينج، طب لو كان الشخص ده غرقان هايبوستيز مي بي بريزنت ان ذا ابر بارت اوف ذا بودي. طب ليه؟ بنقول ان هو بيبقى نتيجه الدكتور قال يعني ان هو ده نتيجه قانون الطفو والجاذبيه والحاجات ديت، فالابر بارت اوف ذا بودي هو اللي بيبقى وزنه اتقل، فاللي هو اللي بينزل الميه اكتر، فبنلاقي ان هو بنلاقي ان هو اللي تحت يعني في الميه وكده، بنلاقي ان هو اقرب للجاذبيه، فبنلاقي ان هو الجزء الابر بارت اوف ذا بودي هو اللي بيحصل فيه هايبوستيز. هايبوستيز كان انديكيت ان تشينج اوف ذا بودي بوزيشن افتر ذس، ازاي تشينجينج اوف ذا بودي بوزيشن بيفور هاف ان اور. لو احنا قلنا لو غيرنا موضوعه بقى خلال نص ساعه بنلاقي ان الهايبوستيز ده بيأبير خلاص بيختفي من الجزء من الوضعيه الاولى وينتهي للوضعيه الثانيه. يعني ازاي؟ واحد كان نايم على بطنه، فساعتها يبدا يحصل هايبوستيزس على بطنه، خلال نص ساعه كان في بقى باتش صغيره كده رحت انا نقله ومنيمه على ظهره، دي بقى تبدا تختفي ويظهر بقى الهايبوستيز دي بقى تبدا تظهر في السكند بوزيشن اللي هو الظهر على الباك بتاعه. طيب والتشينج بودي بوزيشن لو حركناها بعد نص ساعه لمده 6 ساعات بيبدا يظهر في المكانين، يعني انا مثلا هو كان نايم على بطنه ويبدا يحصل هايبوستيز على بطنه، نقلته خلال 3 4 ساعات فيبدا ورحت نايمه على ظهره، اللي على بطنه دي ممكن تفضل موجوده واللي على ظهره كمان تبقى موجوده، يبقى البوث الاثنين هيكونوا موجودين. طيب لو نقلته بعد 6 ساعات او 12 ساعه لا، ده بيبقى موجود بس في الفيرست بوزيشن، ودي اللي حصلت في الحاله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. سو وي كان ديفرنشيت بتوين سويسايد هانجينج، اللي هو لو حد ما شانق نفسه او منتحر، او البوست مورتم سسبنشن اللي هو بقى بيكون يعني اللي هو يكون زي ما احنا لسه قايلين خانقينه وسايبينه في الارض، او بتوين دروينج اللي هو الشخص ده غرق او هو حد غرقه. يبقى احنا بنقول ايه؟ هي بتساعدنا ان احنا نعرف الوقت بتاع الديث، وكمان بتساعدنا ان احنا نعرف وضعيه الديث. قلنا اللي هو لو كان مثلا خلال نص ساعه نقلناه بيبقى موجود في المكان الثاني، طب خلال من اكتر من نص ساعه لمده 6 ساعات لا، بيبقى موجوده في البوث بوزيشنز. طيب لو نقلت اكتر من 6 ل 12 ساعه بيبقى موجود على الفيرست بوزيشن. طيب بعد كده نقدر نفرق بين السوسايد هانجينج والبوست مورتم سسبنشن زي ما جه الدكتور الشرعي الدكتور بتاع الطب الشرعي وقال لنا، قال لهم لا ده الراجل ده مش خانق نفسه، الراجل ده حد قتله وسابوه على ظهره ورجع له بعد 6 ساعات علقه، عشان كده هو عرف ليه، لان الهايبوستيز كان موجود على الباك ما كانش موجود في اللور ليمب، لان هو ما لو كان لان هو اتخنق وفضل على ظهره فحصل هايبوستيز على ظهره
مدار لاكتر من 6 12 ساعه. طب لو كان هو شنق نفسه كان هيبقى موجود في اللور لمب. طب والدروينج، الدروينج كنا بنقول بيبقى موجود في الابر لمبس، لان هو بيقول يعني ان هو بيبقى الابر لمب ده هو اللي بينزل، هو اللي بيبقى يعني وزنه اتقل، فبيبقى هو بينزل اكتر، فبنقول ان هو بيبقى معرض للجاذبيه اكتر، فبيحصل فيه اللي هو الهايبوستيز ده. بنقدر نفرق بينه اللي هي الاميرشن اللي بوست مورتم اميرشن اللي هو حد غرقه يعني. بعد كده بنقول ايه، ان بي الهايبوستيز ديسبيرس وذن ذا اونست اوف بيتريفاكشن، خلاص الجسم بدا يتحل، خلاص بقى الموضوع هينتهى. هايبوستيز مي نوت ديفلوب اف ذا ديد بودي تيرند. اللي احنا عاملين ايه يعني ازاي بقى، الدكتور بيقول لو حطيناه في خلاط اسمنت ايه ده، وانا ممكن احطه في خلاط اسمنت لو انا مثلا حطيته في بحر والبحر ده الطيارات بتاعته عماله توديه وتجيبه وتقلب، الراجل ده اتقلبه فخلاص هو كانه ايه مش هيلحق الجسم يعني يعمل ستيز وكده. كونتينوسلي ان فاست فلوينج ووتر، زي الميه الجاريه بسرعه زي السي والريفر، فساعتها ان هو مش هيلحق يعمل استيزيس. بعد كده الهايبوستيزيس از ديفيكلت تو بي ديتكتد ان دارك كلر كادفرز، الناس اللي هم الافارقه او الناس اللي هم بشرتهم غامقه او سودا ديت بيبقى صعب ان احنا نقدر نشوف الكلر ده ونبينه. الدكتور جايب مقارنه كده، هو اصلا ما قالش جدول، ده قال يعني ان احنا ناخده في محاضرات قدام. لحظه بقى اوريك الصور اللي احنا اتكلمنا عنها ديت. ادي الصوره اهي، هذه الصورة معانا بتورينا الليفر مورتس اللي هو لونه عمل هايبوستيزيس اهو، ما عدا الاماكن اللي هي كونتاكت فلاتنينج، معناها ان الاماكن دي اتعرضتش ل مش بيحصل فيها هايبوستيز يعني، اللي حصل فيها فلاتنينج وهكذا. ودي صورة اهي بقى بتورينا برضو، ادي صورة هنا، ادي ايده اهي كانت جايه على بطنه فعامله كومبريشن اهي، فبالتالي ما حصلش فيها هايبوستيزيس. ودي تقريبا ده الشري ريد، ادي صوره بتورينا اهي، ادي الصوره اللي انا كاتبه هنا للشير ريد هايبوستيزيس. ادي ورينا الكربون مونوكسيد بويزنينج، احنا قلنا الشير ريد بتبقى في ثلاث حاجات اللي هي الكربون مونوكسيد، شايفين عامله ازاي دوت نتيجه ان هو تسمم واخد كربون مونوكسيد، بتبقى نتيجه اللي هي سي او اتش بي اللي هو الكربون اوكسيد يعني هيموجلوبين وكده. بعد كده الساينيد برضو بتبقى نتيجه ان الاوكسي هيموجلوبين او انه اتعرض لكولد، بنلاقي ان هو البينك او الشير ريد، البينك اهو او الشير ريد. ودي برضو اهو بينك وشير ريد، بقى ديت البراون. بعد كده قلنا بقى البراون ديت في حاله السلفونامايد والنيتريت، وفي حاله الايه سلفونامايد، وفي حاله النيتريت، وفي حاله البوتاسيوم كلوريت، وفي حاله الانيلين، بنلاقي ان هو ايه لونه براون نتيجه ان الميتهيموجلوبين. بعد كده بنقول بقى بتاعه الاسفيكسيا بتبقى دي بلو، ديت مش عارفه نسيت اجيب لها صوره او ما لقيتهاش يعني. والشخص بقى اللي هو اللي بيبقى فينت خالص، بنلاقي ان هو اللي بيبقى يعني نزف كتير، بنلاقي ان هو فينت. بس كده.